الناس الكل نعرفوا اللي أهم حاجة عندنا هما الصغيرات، هما مستقبل البلاد وهما رأس المال. هذاك علاش أنا اليوم موجودة معكم من فرقة سبورة بوانيت باش نقدم لكم كيلكو كونساي اللي نجمو نفيدوكم باش صغيراتكم يكونوا ديما في فورما. باش نحكيو على اون هيجين دو في. أول حاجة ان سومي ريغولي، لازم الوليد يرقدوا بالباهي وعدد السوية الكافية اللي لازم لبدنهم. ثاني حاجة اون اليمونتاسيون سان اي فاريي، لازم ماكلتنا تكون منظمة ومتنوعة. ثالث حاجة براتيكي دو سبور، السبور لازم لبدنا باش ديما نكونو في فورما وباش نفرغو الطاقة اللي عندنا. رابع حاجة بريباري لو كارتابل لا في او سوار، ما فيها باس كيف في الليل نحضر ادواتي ونحضر كتابتي باش في الصباح نمشي في عقلي. خامس حاجة سويي اتونتيف اون كلاس، في القسم لازم نتبع معلمي معلمتي باش نكون استوعبت الدرس بالفيديو.